السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن الهيدرا. صورت الأساطير اليونانية كان الهيدرا على أنه وحش السام متعدد الرؤوس يتمتع بقدرات مخفية، لكنه في الواقع مخلوق ضئيل الحجم يعيش في المياه العذبة بجسم أنبوبي مدوج مخالب. هذه الدودة الهلامية الصغيرة مدججة بخلايا تطلق سهاما مسامة وتمتلك العديد من القدرات التي لطالما حيرت العلماء، ما جعلها تستحق لقب الكائن الخالد. فما قصتها؟ لدى الهيدرا قدرة على تجديد أعضائها، ففي حال قطع رأسها فإن الجسم المتبقي من الجسم سيكون رأسا جديدا. لا يمكن قتل الهيدرا بسهولة، فهذه الدودة الشرسة تستطيع لملمة أعضائها طالما بقيت 5 خلايا منها سليمة على الأقل. تفتح الهيدرا فمها ينطاق أوسع من قطر جسمها، ما يسمح لها بالابتلاع فريسة أكبر منها. وهذا الفم يبدو كأنه يختفي كلما أغلق، إذ لم يتمكن العلماء من رؤيتها تحت مجاهر الدقيقة بعكس الكائنات الأخرى. فإن الهيدرا لديها خلايا جذعية خاصة تنقسم بشكل دائم ومنظم على دوام، لذا فإن الهيدرا كائن لا يعرف الشيخوخة، يعيش ملايين السنين بصحة جيدة وشباب متجدد.